النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. نهار اليوم سات أجواء مستقرة، درجات الحرارة كانت أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، طقس ربيعي في عموم المناطق، كان مناسب للخروج وأيضا لممارسة النشاطات الخارجية. المحاور التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الطقس المستقر مستمر خلال الأيام القادمة، ارتفاعات على درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وطقس ربيعي في أغلب المناطق خاصة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة أو توزيع الكتل الهوائية المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس في طبقات الجو المتوسطة، حيث تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى من المعتادة ناتجة عن اندفاع لمنخفض جوي في وسط البحر الأبيض المتوسط، يدفع بهذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأعلى من المعتاد من الصحراء الإفريقية باتجاه منطقة بلاد الشام، وبالتالي تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام خلال نهاية الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع بإذن الله، لكن اعتبارا من يوم الجمعة تحديدا تنخفض قليلا درجات الحرارة. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الرياح المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء. يوم الأربعاء تهب على المملكة رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكن اعتبارا من يوم الخميس تعود وتهب على المملكة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة بالمجمل، لكن الطقس يستمر ربيعي بشكل عام، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خاصة خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل تعود درجات الحرارة وتنخفض ويصير الطقس بارد في عموم المناطق. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، يسود طقس مستقر غيوم متفرقة 9 درجات مئوية، نفس الحرارة هي الملموسة، الرطوبة حوالي 80% والرياح تكون شرقية خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، استمرار للطقس المستقر بشكل عام، يوم الأربعاء 18-8، الخميس 17-9، والجمعة 17-7 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.